سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد قناتكم افائل، ومعكم طريق اللي كيقوم بعمليه التنقيب على اجود واجمل العروض العقاريه اللي تستاهلوا. كنقول لكم مرحبا بكم معايا في هذا العرض الرائع، عرض جميل اللي كنتمناه لكم كاملين، والله من القلب كنتمناه لكم كاملين. والله يسخر كل واحد كيبحث على شي عقار، لان العقار اصبح شيء اللي هو ضروري في الحياه ديالنا، امتلاك عقار شقه، والله يسخر كل واحد على قد الجهد ديالو. اذا اليوم جبت لكم عقار اللي هو فخم، مواصفات نقدر نقول لكم قليله بزاف باش تلقى عقار بهذه الفخامه وبواحد المساحه اللي هي كبيره. عقار اللي كيتواجد في عماره فيها 4 ديال الطوابق، عندنا 2 ديال الشقق في كل طابقه، عندي هنا بريتمون وعندنا هنايا شقه او برطمون. لاسانسور ديالنا هو هذا كما كتشوفوا معايا، كاين لاسانسور هو هذا اسانسور اللي كيطلعك حتى للكاتريام اتاج، ولا بغيتي تهبط على رجلاتك ها هما الدروج، وكاين عندنا الباركينغ سوسا. تنكون نقول لكم مرحبا بكم كاملين، تفضلوا معايا تكتشفوا الشقه ديال اليوم، تفضلوا. اذا كنقول لكم اعزائي المشاهدين مرحبا بكم كاملين، تفضلوا معايا ندخلوا نشوفوا العقار. اول حاجه كتبادر العين ديالنا ولا اللي كتشوف العين ديالنا هي هاد الباب، هذا باب بلاندي اللي شوف كي داير، كله مات زوون صحيح، باب اللي هو مقاوم للكسر. هاد البيبان ولينا كنشوفهم تقريبا في عامه العقارات اللي كنا اللي ولينا كنقوموا بالتصوير ديالهم. تن كنقول لكم مرحبا بكم من مدينه مكناس، كنرحب بجميع الناس اللي كيشاهدونا من جميع المدن المغربيه دون استثناء، وجميع الاحياء المغربيه دون استثناء، وكذلك الناس اللي كيشاهدوني من جميع بقاع العالم اينما كنتم، كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم. ما تنساونيش تضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك، حوايج اللي كيحفزوني ويحمسوني باش انني نوض ونكد ونشاهد نجيب لكم اجمل ما كاين في السوق. شوفوا معايا هاد العباد اللي دايرين هنا، راه كتكون ديوره بالخشب بلا ليكوبوند وفعل اللي راه فيها بزاف ديال الخدمه باش كتطلع هاد الجماليه هادي. من هنا كنحيي الحرفيين كاملين كذلك اللي كيشاهدونا واللي كيبدعوا في هاد الشيء، في هاد الديكورات. شوفوا معايا عاوتاني كيمشي من هنا ما شاء الله، تاع الشرف فاش كيتفرش راه عاد كتبان الجماليه. اذا العقار اللي عندي اليوم في مساحه ديال 150 متر مربع، نعم 150 متر في الاوراق في التيتر. اذا الى هضرتي على المساحه الاجماليه لا دخلنا بزاف ديال الحوايج الملك المشترك، راه ممكن تهضر في 160. اذا المساحه اللي هي مبرعه، المساحه اللي انتم كما شفتوا معايا الصالون قدامو سيجور، دير دي كانابي دي كوان ال دي ديكوراسيون، انت راه الا تصورنا هاد البرطمون وهي مفرشه راه ما شاء الله الكريم راه. ونزيدكم هي بالنسبه للاطلاله فين كتشوف هاد العقار هذا، وعندو واحد لافيو ديجاجي على الشارع اللي هو كبير. هنا كنتواجد بالضبط على مقربه من اسيما بما يعرف حاليا سوبر مارشي ديال مرجان ماركت، قديما كانت كتحمل الاسم ديال اسيما، على واحد من الشوارع اللي هي كبيره. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فشيء واحد ممكن يديروه هي يتصل بيا وانا راه الخير. كما قلت لكم عقار اللي كيتواجد في عماره اللي فيها 4 ديال الطوابق، كاين الطبق الاول فيه 2 شقق، الطبق الثاني 2 شقق، والطبق الثالث والرابع كذلك 2 ديال الشقق، ميك مشترك اللي هو لاسانسور، باركينغ سوسول، ونزيدو عليها الدار ديال الحساس ولا الكونسيرج ولا مكتب ديال السندك. غادي تشوفوا معايا واحد الحاجه اللي هي اول مره كنشاهدها، هي ان الكوزينه فيها 2 ديال لي بالكون، عندي البالكون رقم 1 هو هذا ديال الباب ديالو. هادشي اللي كتشوفوا معايا دابا راه غير ميكا بروتيكسيون ديال البيبان انا ما يتباعو. عندي البالكون الاول وعندي البالكون الثاني، مطبخ اللي هو كبير ماشي مطبخ صغير. المطبخ اللي عندنا اليوم في البلاصه فين ندير الفران، عاطين ديجا فيه لا بلاك اللي هي هذه، عاطين فيه لا هوت. هاد البلاصه هذه دايرينها كبيره علاش؟ باش دير الماكينه ديال الصابون ولا غسيل. بالنسبه للشراجم، الشراجم شوفوا الحجم ديال الشراجم اللي دار، شراجم كبار كما وريتكم. كاين البالكون الاول وكاين هاد البالكون كومينيكون، سيتادير الا خرجت من البالكون من هنا من هاد المطبخ راه ممكن غادي نرجع لبيت الناس ديالي. كتشوف البالكون ديالنا كي دايرين، هذا البالكون عندي هنا، وهذا انا غادي نوريكم دابا عاوتاني البالكون الثاني اللي هو هذا، ومطبخ اللي متسع، مطبخ كبير.
كما قلنا مساحة كنهضروا في مساحة ديال 150 متر مربع. أنا أعزائي المشاهدين وصلت لأهم شيء غادي نقوله دابا، ألا وهو الثمن ديال هذا العقد. دابا نخرجوا من المطبخ ديالنا، المطبخ الفاخر، المطبخ اللي هو كبير. الثمن ديال هذا العقار اللي كتشوفوا معايا اليوم كامل هو 860,000 درهم، ومازال غادي نشوفوا كذلك الغرف. 860,000 درهم الثمن اللي هو جد جد منافس مقارنة مع المساحة، مقارنة مع الموقع. كما شفتوا صالون، عندنا مطبخ، عندنا كاين ليه واحد الفاسك ديال ريسبسيون موبل كما كتشوفوا، راه هازينو على الأرض ودايرين فيه بلاصة ديال المرايا. غادي نعرض عليكم، ندخلو نكتشفوا كاملين شنو كاين عندنا هنايا. عندنا بالنسبة للأرضية عندي فيها داك لافي باركي، وأنا داخل على يدي ديال اليسار كنلقى دريسينغ. هاد دريسينغ هاد الشي راه كتشوفوه غير الغلاف، دريسينغ دايرينو بالألمنيوم ديال لو أوم إي فام، ستادير ديال المرأة والراجل بوحديتهم. دوش أو تواليت، وكذلك كاين حتى لافابو ولا الفاس المبل ديالو. هادشي زوين بصراحة، هادشي غزال. شوفوا معايا الغرفة ديال الوالدين، الغرفة اللي هي كبيرة. تدولي كاين عندي هنايا هما فين دايرين البريزات، دايرين لها البلاصة فين دير التلفزيون، ولهيها بالكون بهذا الموتيف هذا اللي دايرين هنا في السقف. بالنسبة للصباغة اللي دايرين صباغة ديال البلاتينيوم كما قلت لكم، وبالنسبة للشوفة كتشوف على الشارع اللي هو كبير، على مقربة من واحد من أكبر الشوارع بمدينة مكناس. اللي بغى يعرف بالضبط الموقع فما عليه الاتصال أو التواصل معي باش يجي ويشوفو. بالنسبة للطوابق المتوفرة كاين الطابق الأول، الثاني، الثالث، وراه كاينين جوج ديال الشقق في كل طابق. كملوا الجولة ديالنا، وأنا غادي كنبغي نقول لكم أعزائي المشاهدين، حتى نتوما إذا كان عندكم شي عقار وبغيتوا تحطوه في البيع، مثلا شقة أو فيلا أو فيرما، فأنا راه الخدمة ديالكم جميعا. دابا كنحاول ما أمكن أنني نصور لكم جميع الزوايا هذا العقار. متنساوناش بالضغط على الزر اللي إعجاب، كنأكد عليها الاشتراك في قناتكم أفعل. كل ما كبرت هذه القناة كل ما كنتحمس أكثر باش أنني نكد ونشاهد باش نجيب لكم عروض. كذلك البارتاج ديال هذه الفيديوهات لربما يوصل لواحد من الأصدقاء والأحباب اللي كيقلب على عقار. دابا دخلت الغرفة الثانية، شفت واحد الحاجة، لاحظت حتى البيبان، حتى البيبان وأنا داخل بيبان ماشي إنتاي ستوندار، بيبان كبار. العرض ديالهم ديال هاد البيبان هادو عرض كبير، ماشي صغيورين، ماشي في العرض صغار. هنايا كاينين بهاد لي موتيف ديال السقف، دايرين بلاكار، والراس ديال الناموسيه كبير. ممكن دير ناموسيه حتى ديال 1.80 متر، دير زعما لي طاي اللي بغيتي. هنا لي شومبر عندهم حقا كبار، 150 متر، الثمن ديال 86 مليون بمدينة مكناس، بالضبط بالحي ديال مرجان، على مقربة من ما زعما السوبر مارشي ديال أسيما سابقا، ما يعرف دابا حاليا مرجان ماركت. دابا عندي الغرفة الثالثة، شوفوا معايا الطول ديال هاد الغرفة هادي، ما عرفتش واش كيبان، مي راه غرف كبار. مي صراحة تما ماشي إطراء ولا زعما، كنحاول ما أمكن أنني نبين لكم هذا العقار، مي غرف فيه كبار، صدقوني غرف اللي هما كبيرة، وفي موقع اللي هو زوين، وعندك الباركينغ، كاين كذلك الدار ديال الحساس، كاين السطح، وتا لافو اللي هي من أهم الأشياء، واحد لافو اللي عندو اللي هي ديكاجي، والشارع ربما غادي يعرف تغييرات كثيرة، وممكن يتعاود هاد الشارع هذا. وتولي ساكن هنا واحد من اكبر الشوارع في المدينه ديال مكناس. كنبغي نقدم تحيه للمدن كامل اللي كيشاهدونا من خارج، وكذلك الناس اللي كيشاهدوني خارج اراضي الوطن. اذا كان معكم طارق، كنقول لكم شكرا على الاصغاء، شكرا كذلك على المشاهده ديالكم. نتمنى يعجبكم العقار ديال اليوم، ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب ولي كومونتير ديالكم. مع السلامه، والى عرض مقبل اما قريب ان شاء الله.